النهارده كان هيبقى حظه حلو، الماتش ده كان الاسبوع الجاي، كان الاهلي ممكن يكون خد الدوري فبرضه يكون مريح، لكن النهارده الاهلي بيلعب على ان يخلص الدوري النهارده، فبالتالي هيلعب مع الاهلي اللي عايز انت يلعب. شفت انت شفت اليافطه دي يا حازم؟ معلش نجيبها تاني كده. اليافطه دي يا كابتن قصه عشناها بقالنا 3 4 ايام. ايوه ماشي، اتفضل يا كابتن حازم. هيجيبها تاني بس لا لا دي دي قصه لازم مهمة اشرحها. ها؟ مهم. ايوه ايوه دي حلقه عشناها كبيره. بص 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 اليافطه دي، الولد ده اسمه معاذ واخوه مازن ومعاذ. مازن ومعاذ دول كانوا معايا على الهوا في البرنامج ده. الولاد دول راحوا، واحد اهلاوي واحد زملكاوي يا كابتن، وباباهم اللي واقف وراهم ده، وبيروح ده بتيشيرت الاهلي وتيشيرت الزمالك، رفعوا يافطه عايزين من امام عاشور الاثنين، ده بيحب امام مكان في الزمالك وبيحب امام مكان في الاهلي، فعايزين تيشيرتاته. فجبتهم في البرنامج، فامام شاف فراح اتصل بيهم وراح لهم وادى لهم تيشيرتين. فالنهارده جميلة عشان كده جميله جميله، قصه حلوه فعلا. ها جميله القصه كويسه. لا والله حاجه، اصل انا عارف انت الحاجات الانسانيه دي بعافيه معاك يعني. مش كده، اتفضل يا كابتن حازم اتفضل. طبعا لو رنوا لك لو رنوا لك سنه، احنا بنتاثر بالحاجات الانسانيه دي. اتفضل اتفضل. احنا فين؟ انا مش في المقاولين يا فندم. اتفضل. ماشي. ايوه التشكيل اهو، غير اثنين من التشكيل. و بقول لك هو انت النهارده بتتكلم المقاولين النهارده صعبه صعبه جدا. المقاولين النهارده المفاجات وارده، كل حاجه واقفه في كوره، بس انت بقول لك حظه ان الاهلي النهارده عايز يخلص عشان يريح 3 ماتشات الجايين، يلعب وهو مرتاح، يريح اللعبه دي كلها.